وإذا صلح الحديبية كان إذا أسلم واحد يسلمه، وهذا عادة المسلم نحميه، نحن استنصرنا في الدين فعلينا النصر، استنصرنا أي مظلوم مسيحي أي مظلوم في الأرض علينا النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الرسول قال للمسلمين طبعا كانوا يتحمسوا، قال لهم نحن لا نغدر، لا نغدر، الغدر ما بنعرفه أصلا، مجرد ما نعاهد إذا مجلس الأمن أنت عضو فيه في الأمم المتحدة، قال لك هذه القضية تحول وأنت تتعاون، وفرحت أنت قلت نعم حركوها إلى المحكمة، وأنا متأكد لن تأتي شيء على المحكمة فيها. طبعا مجرد ما جاته أوكامبو اللي استقبلوه هنا وكرموه، 3 سنين لجانه تعمل أوكامبو ذاك، ولجنتهم حتى السودانية، حتى اللجنة السودانية فعلت نفس الشيء. واحد كبير من اللجنة دونه أسميه قال لي بعد أن أدينا القسم جلسنا هكذا مع الذي يؤدي القسم بين يديه، تعلمون من هو يعني، فقال لنا يعني هذه الغرباوية دي كنت واحد انجعلي كدي ركبها، ده شرف ولا اغتصاب ده؟ قال لي والله شعري كله قفز، والله قال لي ما عرفت اعمل شنو، بس خوف اخذتني خوفه بس. والله يا اخوان، والله يا اخوان هذه قصه حكاها لي وانا بعرف، بعرف الوثيقه يعني بعرف كل المجموعه يعني بعرف المنظومه. جو كامبو فعل بنا هذه الفعله. الان ما يقول لكم ده تمثيل للسياده السودانيه، ده كذب. انتم ما قبل حين ما ليه لما عملوا محكمة خاصة ضد بوسنيا وجابوا رئيس الجمهورية وقادة الجيش انتوا صفقتوا رضيتوا، يكن لكم الحق وتأتوا إليه مذعنين، إن كان الحق عليكم تقوموا تعرضوا تقلبوا المحكمة عقنت ضدي، القاضي مهاجر، القاضي غشاش، القاضي وكذاب، حكمت معي أيوة والله عدالة قضائية والله. ده يا إخوانا ده إحنا ما عندنا دين، ما عندنا دين. فأنا إذا أخونا حمدون قال لي اتركوه ويفعل شيئا، أنا والله نصحته قلت له أما ما جرى في دارفور سياسيا ندينك، أنت ملوم على ما حدث في دارفور وعلى ما حدث في الشرق وعلى ما حدث في الجنوب قضاء، هل أنت جان لأنك حررت أو رأيت جنودك يفعلون وعملائك يفعلون ذلك، وأنت أم أنت قلت لهم لا أريد جريحا ولا سيرا انتهوا منهم ارفعوا لي التقرير كما سمعنا على إذاعتك صوتك في التلفزيون لأنه صوت مزور أو صورتك مزورة، اذهب إلى المحكمة يا أخي امشي دفع عن نفسك. ويعني شالونا من هنا كده طفشوا دونت شهرين سجن كده يعني